بدورها دعت الدكتوره جميله سلمان استشاريه الامراض المعديه والامراض الباطنيه بمجمع السلمانيه الطبي دعت الى اخذ اللقاح حفاظا على سلامه وصحه الجميع مجدده التاكيد على ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه. اللقاح الموجود الان لدينا في مملكه البحرين امن وفعال. وقد تم استيفاء جميع الشروط من قبل الهيئة الوطنية للمهن لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية في مملكة البحرين بعد دراسات ومراجعات لجميع الأدلة العلمية وإجراءات متسلسلة تتطابق مع جميع الإجراءات الدولية في هذا المجال فهو آمن وفعال لذا أجدد دعوة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة من من يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق إلى التسجيل لأخذ التطعيم عن طريق الرابط الإلكتروني الذي تم, تم الإعلان عنه في فترة أخذ اللقاحات مع بداية هذه الخطة الوقائية يجب الاستمرار في تجنب التجمعات أيا كان نوعها الاستمرار في لبس الكمامات تعقيم الأيدي جميع هذه الاحترازات يجب الاستمرار عليها يجب الاستمرار عليها حتى لا نصل لمرحله تزيد فيها الحالات بطريقه مره اخرى ونؤكد في هذا الصدد التزام وزاره الصحه بكل الجهود في الوصول الى الحالات في وقت مبكر سواء كان الفحوصات اليوميه او الفحوصات العشوائيه للوصول لهذه الحالات في وقت مبكر وعلاجها في وقت مبكر